الأولى حضرتك كل سنة وحضرتك طيب، باعتبارك بطل من أبطال أكتوبر شاركت فيها، والحقيقة طول الوقت احنا لينا الفخر انه نناقش أبطال أكتوبر ونسمع منهم ونسألهم كتير جدا، وحتى لو مش هسأل لكن يكفي ان تنهال الذكريات والأجواء الجميلة والكواليس والحكايات حتى اللي سمعناها كتير من حضراتكم تعزز قيمة هذه الحرب وهذه الانتصارات. نعم. في نفوسنا. نعم، أكتوبر يعتبر ملهم لكل مراحل العمل الوطني في مصر، أيضا ملهم للقدرة العسكرية المصرية في أن تتطور، أيضا ملهم للشعب المصري في أن يحقق وفاق وطني يدعمه في عبور التحديات والتعقيدات التي تواجهه. أيضا أكتوبر ملهم لأنه بيعطي لكل خصم أو لكل فرد في المجتمع الدولي، كل دولة في المجتمع الدولي سواء في البعد الإقليمي أو في البعد العالمي، يقول لهم أن مصر دي دولة تملك أصول قوة، دولة شاملة، مش دولة بتاعت النهاردة أو لسه بتتأسس أو لما يتضرب جيشها ما تقومش تاني أو تتضرب مؤسسة، لا، دولة قادرة على استعادة نفسها مرة أخرى وفي زمن قياسي. أيضا أكتوبر ملهم في أنه هو يرجع لنا دايما ويضرب في آذاننا جرس مهم جدا، هو جرس الولاء والانتماء لهذا الوطن. لأن لو لم يكن هذه الروح تسود الأمة المصرية بكاملها في هذا الوقت لم يكن هذا النصر اللي يتحقق. الموضوع مش موضوع قوات مسلحة فقط، الموضوع موضوع جيش وشعب، ودي نقطة الارتكاز المهمة جدا. إن أكتوبر إن كان جيشا فقط في هذا التوقيت مظهريا وعملياتيا، إلا أن الشعب المصري دفع فاتورة هذه الحرب ودعمها من دمه ومن عرقه ومن قوته، وتحمل ما لا يتحمله بشر من حالة نفسية ومعنوية كنا بنعاني منها. حتى لما بننزل أجازات وإحنا ضباط نلاقي المطاردات بالنكت والسخرية وكنا نحس أن هذه ليست نكت وسخرية المستهزئين، ولكنها كانت نكت وسخرية الوطنيين الحريصين على الخلاص. فكان بالنسبة لنا يعني استعجال ساعة الحرب مسألة خلاص. حياة الخنادق قتلتنا، حياة الخنادق عذبتنا، قعدنا أكتر من ست سنين نتعذب في الخنادق طوال حرب الاستنزاف، وحياة الخنادق سواء في خلال حرب الاستنزاف. اللي عايز أقوله إن حرب أكتوبر هي همزة وصل بين ما فات من إعداد القوات المسلحة في حرب الاستنزاف وما هو كان قادما بأن تشكل القوات المسلحة نقطة ارتكاز ووسيلة ردع للإرادة المصرية في التعامل مع القوى الخارجية في المنطقة. أنا هذكر الناس بحدث ما كانش في أكتوبر، كان بعد أكتوبر سنة 74، ساعتها أنا كنت ملازم أول، يعني أنا دخلت الحرب ملازم، وأنا ملازم أول الرئيس السادات كان بيجري محادثات فصل القوات، وكان هنري كيسنجر عامل رحلاته المكوكية بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، مصر إسرائيل والولايات المتحدة، علشان يبدأ يعمل فصل للقوات على مراحل، فصل قوات رقم 2 رقم 1 رقم ده كان تم بالكيلو 109، رقم 2 بعد كده رقم 3 ثم الانسحاب النهائي. في فصل القوات رقم 2 إسرائيل حاولت تمارس نفس أساليبها اللي هو المماطلة المساومة، نفس أساليب اليهود زي ما قالوا سيدنا موسى في قصة البقرة، هم عملوا معانا كده. السادات عشان بس أبين هي عند نقطة أن الجيش المصري أصبح أداة ردع، الرئيس السادات عمل إيه؟ جمع الجيش خلال المصري خلال فصل القوات؟ خلال فصل القوات أثناء محادثات فصل القوات رقم 2 جمع الجيش المصري بكل أسلحته ومعداته بعناصر رئيسية منه في منطقة اسمها وادي الملاك على طريق الإسماعيلية، واصطفت القوات المسلحة في هذا المكان
بكل قوتها مدرعات، مشاة، مدفعية، دفاع جوي، كل أسلحة البر كانت موجودة في هذا الاصطفاف، وطافت فوقنا القوات الجوية بكل أسلحتها. وتقدم الرئيس السادات وقال أنا بأباهي بكم العالم. هذه الرسالة، الكلمة دي كلمة ذو حدين. أباهي بكم العالم يعني أنا بفتخر بكم وبحمسكم أنكم أقوياء ونجحتوا في تنفيذ المهمة المنوطة بكم، وأمامكم مهام أخرى، وبرسل رسالة للعالم أننا احذروا، لم نرتخي بعد، لم نرتخي بعد. ومن هذه اللحظة أسرعت المحادثات بوتيرة عالية جدا جدا جدا، لأن إسرائيل كانت خارجة من حرب لم تكن تتصور نتائجها في تاريخها، لا علمائها ولا محللينها ولا القائمين على إنشائها لم يكونوا يتصوروا. إسرائيل قامت على الحرب الخاطفة الوقائية، قبل ما حضرتك تعد نفسك يكونوا هم موجهين الضربة، وضربة خاطفة زي ما حصل في 67 وزي ما حاولوا برضو في 56. لكن في 73 احنا اللي امتلكنا المبادئة وحققنا المفاجأة، وقدرنا نجبر العدو على انه يلتزم بالرد علينا مش احنا اللي نرد عليه. كانت المبادئة معانا. ثم خسائر التي مني بها في هذه الحرب لم تكن في تاريخه. ثم عقائده القتالية وتكتيكاته فشلت فشل ذريع، لان احنا لم نأتي بتكتيكات نمطية في حرب اكتوبر، كانت تكتيكاتنا غير نمطية. ان يستخدم فرض المشاة مع السلاح المغزوفات الموجهة مضادة للدبابات ليستعوض عن وجود الدبابة في الامام عشان ما قدرتش تعبر في المراحل الاولى، ده اعجاز.